السلام عليكم. الامان او سيفتي في البيم، طبعا احنا عارفين البعد الثالث والبعد الرابع بنضيف الزمن، والبعد الخامس بنضيف التكلفه، البعد السادس بنعمل سستينابيلتي، البعد السابع في فاسيلتي مانجمنت، البعد الثامن انا متوقع يكون السيفتي، لان ده في الكود اللي هو بيس 2092 الجزء الخامس بدأ يتكلموا فيه في موضوع السيفتي، فاتوقع ان هو هيكون السيفتي. طيب هي فكرة الأمان مهمة جدا، وخصوصا المشاريع الكبيرة، لأن متعلقة بحياة ناس ومتعلقة بإصابات وحاجة كبيرة جدا، ويعني نسب الحوادث بتبقى كتيرة. يعني على سبيل المثال، من أكبر المشاريع اللي احنا اتأثرنا بيها وزعلنا عشانها حادثة سقوط الرافعة بتاعت الحرم المكي، اللي هي تسببت في وفاة 108 حاج الله يتقبلهم شهداء، وإصابة 238. ويعني دي أكبر حادثة الواحد يعني عاشها وكان متابعها. وفي مستوى الشرق الأوسط، إحصائية لأحد البلاد العربية بدون ذكر أسامي، 38% من وفيات البناء بسبب عدم كفاءة الإشراف، ونسبة 25% بنسبة نقص التدريب، ونسبة الإصابات المهنية في حدود 48%، ونسبة 3% من العاملين في قطاع البناء بيعانوا من أمراض بسبب العمل، نسبة السقوط من مكان عالي في موقع البناء بتصل ل5%. وأنا كنت موجود في موقع وسقط إحدى المهندسين في فتحة من الفتحات فسببت في وفاته. رحنا الشغل لقينا الشرطة ولقينا مشكلة كبيرة. نسبة الإصابات نتيجة مناولة العناصر من عامل لعامل بتصل ل6%، وكذلك نسبة الإصابة من الكهرباء والحام 6%. فموضوع السيفتي مش موضوع بسيط، لا، في وفاة وفي مشاكل كثيرة، فاحنا عايزين نقلل الموضوع ده. استخدام تقنية البيم في ان احنا نبدأ سلامة الموقع، دي خطة ثورية نحو تحسين سلامة البناء. انا كنت شغال في شركة من الشركات، وكان القسم بتاع السيفتي كان بيقول لنا عايزين بدل ما احنا نعملها 2D ان نعملها بالبيم تبقى 3D، ونعملها فيديو فالناس تبدأ تستوعب فكرة السيفتي احسن، تمام. وفي بعض البرامج، يعني برنامج سينكرو مثلا، ده احنا كنا بندرس في الفور دي اضافه بعض زمن، بس هو في ان انت تكتب سيفتي وتحدد العناصر اللي فيها مشاكل وتحدد مشاكل اللي فيها خطر. ولو انت فاكرين برنامج نفس سوركس كنا بنخلي فيه عامل بيمشي، ولو وقع نعرف ان المكان ده المفروض يتحط عليه حاجز، في فتحه مثلا ممكن فتح السلم او شفطه او كده، فلو لسه الموضوع ما كملش ممكن حد يقع فيه، فبنحط حواليه اي حاجز بحيث ان هو ما يقعش، فبينبهنا. في برامج بقى متخصصه لكده، يعني البرنامج بيعمل ايه؟ بيمشي شخص مثلا، ولو الشخص ده وقع بيبدا ينبهك، يقول لك الحته دي المفروض تحط عليها حاجز. ونبدا نتصور الخطه بتاعت البناء، ونبدا ندمج خطه السلامه مع البيم. وموضوع البري فابريكيشن ده مهم جدا، ان احنا ما نصنعش في الموقع، لا، نصنع في المصنع ونبعت ونبدا نشتغل بيه. لما كنا بنصنع باسلوب الكاد كان فعلا تقريبا 100% من الحاجات اللي بنبعتها ما بتبقاش مظبوطه، والراجل في الموقع كان بيضطر يكسر ويوصل يوصل ويكسر. البري فابريكيشن يعني ناس كتيره في كذا شركه اجنبيه زي شركه جيليبان بيقول لك لو فتحت لنا عملية التصنيع المسبق البري فابريكيشن المدعوم من البيم، القضاء على عشرات الآلاف من الرحلات على السلم والمصاعد، يقعد يطلع ويقطع ويوصل ويشيل ويحط، لا بقى كلها لعبة بازل بتتعمل صح في المصنع وتتركب بس. والبيم ممكن يقلل المخاطر قبل البناء، وإن أنا أقلل عدد ساعات الشغل، وإن أنا أقلل تكرار العملية، إن إحنا عملنا حاجة بعد كده اكتشفنا فيها غلط فكسرناها وحطيناها تاني، بياخد وقت كتير. تحليل مخاطر السلامه، في برامج متخصصه كده عشان تعمل فتحات الارض والاسقف، مواضع تخزين المواد وقربها من صنابير الحريق، يعني بيبدا يحط العنصر ده رقم وده رقم ويقول لنا لو في المسافه اقل من مسافه معينه نبهنا، معايير تصميم المنحدرات، ممكن نحط قاعده كده لو في اي منحدر فيه مشاكل يبدا يدينا درجات، حجم موقع العمل مؤقته وجدولها الزمنية، متطلبات التحكم في التعرية والترتيب، أفضل مستويات العمل في الموقع. ممكن حتى بأي برنامج تبدأ تعمل سكادول وهو يلقط الأرقام الغلط ويديها لون أحمر بحيث ينبهنا للمشكلة ديت.
نقدر نعمل تنسيق لأحكام السلام اللازمة من خلال برامج البيم، ونقدر نعرف الأماكن اللي فيها مشاكل ونعمل معايير للرقابة. وممكن مثلا نعمل محاكاة، لو مثلا رافعة وقعت في مكان معين، إيه الأماكن اللي هتأثر وإزاي نتجنب المشاكل ديت. ممكن المراقبة الحية، يعني يبقى في سنسور ينبهنا إن مثلا عامل قرب من مكان خطر أو قرب من مكان غير مسموح ليه إن هو يقرب. وفي دلوقتي بصمة للقلب، يعني كل إنسان ليه قلب، فأنا ببقى عارف كل واحد مكانه فين. أو ببساطة ممكن من خلال الموبايل يبقى في زي GPS، بحيث إن أنا بعرف كل عامل موجود فين، على أساس إن إحنا نتحكم في خوارزميات السلامة، على أساس نمنع حدوث أي مشاكل. وفي تقنية اسمها IP-Con، ده في الهواتف الذكية جهاز استشعار بيحدد مكان العامل كله من خلال تقنية البلوتوث اللو أنجري اللي موجودة في الموبايلات. وممكن نحط حساسات في أماكن معينة بحيث إن إحنا نعرف مكان كل شخص، ونقدر لو في أي مشكلة ننبهه إن المنطقة دي مينفعش يقرب منها. وفي برنامج اسمه سوليفري موديل تشيكر بيدور على المشاكل زي مواقع تفاتر الحريق ومناطق التخزين وينبهنا لحاجة زي كده. وفي برامج مخصصة لمرافق التشغيل والصيانة عشان تعمل محاكاة نموذجية افتراضية. وممكن في بعض البرامج بيبقى زي ويندوز 62 بيبقى فيه على الموبايل كده، تقدر تعمل تنبيه وتقدر تقول إن حاجة اتحلت ولا لأ، تشكر لكل المشاكل الموجودة. دي بعض الحاجات اللي ممكن تخلي في استفادة وتقليل الحوادث.